وهذا سائل يقول: ما حكم تأخير الفدية لمن عليه دم؟ نعم، ما حكم تأخير الفدية لمن عليه دم؟ الفدية على قسمين، هنا فدية محددة في أيام التشريق، وهي فدية التمتع والقران، هذه في أيام التشريق يوم العيد وثلاثة أيام من بعده، تذبح في هذه الأيام ولا تؤخر عنها. أما فدية الجزاء، فدية الجزاء عن ترك واجب أو فعل محظور محظورات الإحرام، فهذه وقتها موسع، اذبحها في أيام التشريق أو بعد أيام التشريق، وقتها موسع، لكن يبادر بتنفيذها لئلا ينساها أو يموت وهي في ذمته.